الرجل من أهل العلم شريطة أن يكون من أهل العلم متثبتا، لأن الجارح والمعدل له شروط معروفة ينبغي أن تتوفر فيه. فمن جرح أو عدل استقلالا من غير أن تتوفر فيه الشروط فهو مفتات على المسلمين، معتد على خلق الله رب العالمين. العلماء الكبار هم الذين يصنعون ذلك ويأخذون به ويقولون. هؤلاء كما قال الإمام أحمد فيما يرويه عنه شيخ الإسلام، الرجل يصلي ويصوم ويقوم الليل ويفعل الخير، أحب إليه أن الرجل يعني العالم يتكلم في أهل البدع. قال الذي يتكلم في أهل البدع يحذر الأمة من شرهم، أحب إليه هذا صلاته وصومه وقيامه لنفسه، وهذا لله، هذا جهاد في سبيل الله، وعدوه من أعظم الجهاد في سبيل الله.